أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نموا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي. وقالت الهيئة إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4% بسبب ارتفاع القطاع الخاص بنسبة 11.1 والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل من 2020. نتحدث أكثر عن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي مع ضيفنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعش. أهلا بك دكتور عبد الله، مساء الخير. إذا نمو في الناتج المحلي بنسبة 1.8%، كيف تنظر إلى هذا النمو في الربع الثاني من العام الحالي، وأبرز أيضا المؤثرات في هذا النمو؟ مرحبا أخي أحمد ومشاهدين ومشاهدات الأخبارية. أهلا بك. ما بشك أنا أعتقد أنه أول حاجة أنت عشان تقيس أي اقتصاد لازم أن تكون هناك مؤشرات. لو أخذنا المؤشرات التي تكلمت عنها وكذلك عن القطاعات، سنجد أن القطاعات بدأت الحقيقة تتوجه إلى عملية النمو، خاصة القطاع الغير نفطي، وهذا في الواقع يعود أعتقد لعملية استعادة فتح النشاط بالكامل والمستوى الذي وصلت إليه المملكة الحقيقة من ناحية الصحية، وبالتالي هذا عاد حركة النشاط، بدأت القطاعات الحقيقة تعمل تقريبا بطاقتها الإجمالية، فهو في الواقع هذا ينعكس على نمو الاقتصاد أو عملية إعطاء مؤشرات عكسية. عندما أشرت في الواقع إلى على أساس أنه التقييم تم على أساس القيمة الأساسية، فهنا له عملية الحقيقة تثبيت لسنة من السنوات، وهي غير القيمة السوقية. فالقيمة السوقية الاقتصاد السعودي كذلك نمت بأكثر من 2%، فكلا القيمتين هم في اتجاه تصاعدي أو في اتجاه إلى النمو، وهذا طبعا يعود لعدة عوامل، من أهمها طبعا عملية أول حاجة دخول التكنولوجيا الحقيقة في الخدمات والسلع، فهذا ساعد كثير الحقيقة على سرعة وانسياب السلع والخدمات، حجم السيولة الداخلة في الاقتصاد، كذلك التنوع الذي بدأ الآن تجنى ثماره بالنتائج، التحول الاقتصادي والتحول الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. جميل. إذا دكتور، بالنظر إلى يعني هذا النمو أيضا بالأرقام خلال العام الماضي وبعد أيضا عودة الأمور نسبيا في كثير من القطاعات، ماذا نتوقع خلال هذا العام في الربع الثالث وأيضا العام بشكل عام في الربع الرابع؟ والله شوف، التوقع دائما يبنى على نوع من المعطيات. المعطيات إلى الآن سواء كانت على المستوى العالمي غير واضحة، وخاصة بالنسبة لكوفيد 19، بالإضافة إلى عملية الحقيقة لا تنسى أن الاقتصاد خرج من عمق، الاقتصاد العالمي خرج من عمق الزجاجة، فهو لا زال يحتاج إلى فترة زمنية حتى يستطيع أن يتعافى. هي ليست دورة اقتصادية بالعرف الاقتصادي حتى نستطيع أن نقيسها قياس، فأنا أعتقد إذا ثبتت العوامل التي كانت منعكسة خلال العامين الماضية، وأتوقع الحقيقة أن يصل النمو إلى حوالي 2.5. جميل. أبرز المسببات أو التي ترى دكتور أنه لو استمر النمو فيها سنحقق أيضا ارتفاعا أكثر من يعني يصل لما ذكرته وأكثر من هذا الذي ذكرته؟ ونشوف النظرة العامة والنظرة لخريطة اقتصاد المملكة والتنوع الذي حصل إليه، أنا أتوقع أنه قطاع الخدمات والسياحة والقطاعات الحديثة التي دخلت إلى المملكة، وكذلك قطاع الصحة والطبابة نتيجة لارتفاع الثقة في هذا القطاع، ستعيد الحقيقة إضافة قوية إلى ما بشك. سيظل النفط كذلك عامل رئيسي، ولكن هذا يعتمد على تقلب الأسعار العالمية. نعم.
المعادن كذلك أعتقد هي إضافة إلى اقتصاد المملكة، وبدأت الآن تعود في الواقع إلى عملية الإضافات الجديدة للاقتصاد السعودي. جميل. دكتور، بالنظر بشكل إجمالي في الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي وهذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضا بالنظر إلى كثير من القرارات الاقتصادية وكذلك فتح الاستثمار واستقبال العديد من الشركات الأجنبية، كيف يمكن قراءة قوة السوق السعودي خلال الأعوام القادمة مع عدد من الأمور التي حدثت لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟ جميل أخ أحمد، لأنه عندما تقرأ أي اقتصاد يجب أن تقرأ إلى البيئة الاستثمارية. البيئة الاستثمارية الآن في المملكة أصبحت كما تكرمت جاذبة. نعم. فأعتقد أنه عملية التواصل مع الدول وخاصة الدول الشقيقة زي ما حصل مع عمان وتبادل الاستثمارات فتحها، كذلك أعتقد منظومة الدول شرق آسيا وعملية بدء النشاط فيها هذه تعود. كذلك لو نظرنا لعنصر مهم وهو الانعكاس الحقيقي دائما اليومي الذي نستطيع أن نقيس، وهو سوق المال. فأسواق المال وخاصة لو نظرت إلى سوق الدين، سوق الدين الحقيقة هذا هو المؤشر الذي يعطيك مدى نمو الاقتصاد. عندما يبدأ الاتساع ويبدأ في إعادة هيكلة هذا القطاع تبدأ تستطيع أن تنظر أن الاقتصاد انتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يستوعب عمالة أكثر، يستوعب استثمارات أكثر، يستوعب عائد ومؤشرات. نعم. قد تكون السنة هذه بنهاية العام مؤشرات جيدة. المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن، شكرا جزيلا لك.